بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب عالي القدر عظيم الشأن وعلى آله وصحبه أجمعين. أرخص عروض أغنام في مصر، أسعر أرخص أسعار أغنام في مصر مع أكبر تاجر أغنام في مصر الحاج وائل الغبيسي. أهلا وسهلا بكل مشاهدينا خارج وداخل مصر. طبعا اللي دخل معانا شباب ما تنساش تضغط لايك وتشترك معانا في القناة. النهاردة عروض أرخص أغنام في مصر مع أكبر تاجر أغنام في مصر. كل اللي انت عايزه موجود معاك، سوق كامل متكامل. محتاج خروف من أول أجل أسعار في مصر، كل اللي انت عاوزه متاح. اللي يدخل معانا على البس يصلي على النبي، بس صلى الله عليه وسلم يحط لنا قلوب كده ويصلي على النبي، وما لهمش دعوه بالاسعار والمال. عندنا مال واسعارنا احسن مال في مصر باذن الله، وسعرنا ببلاش. اللهم صل على النبي. المهم ادخل معانا صلي على النبي. اللهم صل على النبي. كل واحد داخل معانا على البث المباشر يا شباب يقول لنا هو منين ويصلي معانا على النبي. هتاخده النهارده في مزرعه الحاج وائل الغبيسي، ارخص اسعار اغنام في مصر مع اكبر تاجر اغنام في مصر. اللي انت محتاجه موجود، لو محتاج خروف موجود، الف خروف موجود، ديكور نتايات جميع الاعمار جميع الاسعار، كل باذن الله كل حاجه متاحه. اهم حاجه اخر عرض قبل العيد بقى لازم يكون في تطبير في الاسعار. طيب دلوقتي استاذ هاشم فهمي، لازم نرضي، بيقول لك حاول تختصر بالله عليك. هنختصر معاك النهارده. اولا ده عرض 130 خروف، نشوف المال ونقول السعر على طول، بس اهم حاجه صلي على النبي بس وخلاص. صلى الله عليه وسلم. قلوب بس شيروا الفيديو عشان كل اخواتنا يستفادوا. الصمود بيقول لك بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. هاشم فهمي بيقول لك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. كل سنه طيبين يا شباب. اللهم صل على النبي. هنوريكم العرض بتاعنا النهارده كله اهو. اللي داخل يصلي معانا على النبي. ماشي يا شباب. اللهم صل على النبي. خلي بالكم عشان تشوفوا الغنم، عشان الاسعار اللي احمد وائل هيجي يقول لكم عليها النهارده مش هتشوفوها في مصر. بص 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 استاذ اشرف رمضان بيقول لك ما شاء الله. اهم حاجه نظافه مالنا يا عم ابراهيم، نظافه مالنا. اللهم صل على النبي. بص يا عم ابراهيم، اللهم صل على النبي. بص يا عم ابراهيم، اللهم صل على النبي. هاشم فهمي كل عام وحضراتكم بخير. فال العيد يا باشا، شايف فال العيد الخير اهو. انا عايزكم كله هيضحي ان شاء الله. اللهم صل على النبي. صل على النبي في التعليقات كده، كله هيضحي. كل عام انا هضحي وانت هتضحي. استاذ هاشم فهمي بيقول كل عام وحضراتكم بخير وانت بألف خير. وانت بألف خير. وائل الغبيسي بسم الله ما شاء الله منور الدنيا كلها يا حاج وائل. بص يا عم ابراهيم، بس حاج وائل كبير النجاحه هو فين؟ بص يا عم ابراهيم بس، والنبي اللي يشوف مالنا يصلي على النبي. اللهم صل على النبي. اللي يشوف مالنا بالله عليك يا جماعه يصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. مفيش بنت في الجمهوريه. استاذ ابراهيم، بص يا استاذ ابراهيم، مفيش بنت في الجمهوريه. اللهم صل على النبي. حاجه بسم الله ما شاء الله. غنم اللي بتزيد باليوم يا شباب. صل على النبي بالله عليك. والنبي اللي يشوف مالنا يصلي على النبي. اللي داخل معانا يا شباب يدي لايك ويدي لنا قلوب عشان البث المباشر يرفع عشان يوصل كل الناس. نظافة مالنا يا عم ابراهيم. اللهم صل على النبي. مفيش غلطه يا عم ابراهيم اهو. اللهم صل على النبي. صل على النبي كده. اللهم صل على النبي. صل على النبي كده. اللهم صل على النبي. ببلاش. اللهم صل على النبي. سلينا ببلاش يا عم ابراهيم. استاذ هاشم فهمي بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. الله يبارك فيك يا استاذ. بص يا عم ابراهيم. اللهم صل على النبي. حد بيشوف زي المال ده في الجمهوريه؟ اللهم صل على النبي. انت في مزار الحاج وائل الغبيسي، اللهم يبقى ما تستغربش يا عم ابراهيم. اللهم صل على النبي. انت في مزار الحاج وائل الغبيسي وما تستغربش عن اي حاجه. احنا عايزين زي ما وعدنا الناس يا حاج احمد، ارخص سعر في مصر مع اكبر تاجر في مصر، وهم اللي يحكموا. هم اللي يحكموا. هم اللي يحكموا. انتوا تقولوا لنا في الاسعار يا شباب، اللي معانا على البث المباشر يقول لنا الاسعار غاليه ولا رخيصه عشان برضه يبقى احنا ايه. بص بص، اللهم صل على النبي. خفني العيد يا باشا. اللهم صل على النبي. انا هضحي وانت هتضحي. اللهم صل على النبي. انا هضحي وانت هتضحي. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. اللي داخل معانا يا شباب ادوا شويه قلوب عشان البث المباشر يرفع عشان اخواتنا، عشان خاطر هنختصر لكم. والاسعار النهارده سهله جدا، ارخص اسعار، ومش هنطول عليكم البث المباشر ان شاء الله. اللهم صل على النبي. بس اخفني يا عم ابراهيم. اللهم صل على النبي. حاجه بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. اللهم صل على النبي. ربنا يبارك لك يا باشا، وربنا يبارك في حضرتك، على راسنا من فوقها محترم. 130 خروف يا عم ابراهيم. الاستاذ السيد ما شاء الله تبارك الرحمن، ربنا يحفظك، ربنا يبارك فيك يا محترم. ابو زياد اللهم المصر، اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. ايوه كده يا شباب، شجعونا بالقلوب كده عشان نطلع لكم ارخص اسعار في مصر. بص يا عم ابراهيم، شايفين الغنم يا شباب؟ بص يا عم ابراهيم، اللي يشوف مالنا يصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا، يصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي الحبيب المحبوب عالي القدر عظيم الشأن وعلى اله وصحبه اجمعين.
الناس طلعت بالقلوب كلها يا ابو حميد. انا عايز اسعار بقى، عاوزين ندي الناس سعر بقى دلوقتي. سعر ايه؟ انا عايز ارخص اسعار في مصر زي ما احنا كاتبين. بيصلى على النبي، صلى الله بيصلى على النبي، والقلوب ضرب نار، كله طلعت، كله ضرب. يبقى تشوف نظافه غنم. ابو زياد المصري بيقول لك الاول، طب ما بعد ما نتفق هل في توصيل الصعيد؟ في توصيل لجميع محافظات، لو في توصيل برا مصر كمان. الله عليك، هنودي السعوديه. بص يا ابو ابراهيم، اللهم صل على النبي. بص نظافه غنم ايه؟ اللهم صل. اهم حاجه طلعت بالقلوب تشوف نظافه غنم، في فتاك وفي شي حاجه. اللهم صل على النبي. بص يا ابو ابراهيم، اللهم صل على النبي. وادي الغبيس كل عام وانتم بالف خير وانت بالف خير يا حاج وائل. شوف ده الخروف يا عم ابراهيم، عقد الخروف يا عم ابراهيم مظبوط مع دهر، مش هجيب لك دهر مترشق وتقول لي عقد صغير. لا العقد مظبوط، يبقى الدهر مظبوط. اللهم صل على النبي. الاستاذ سيد بيقول لك اللهم صل على نبينا محمد وصحبه اجمعين. استاذ احمد قال له قول له ابو العز السوري بيمسي عليك. وحشت وحشت والله يا عم ابو العز. اه يا حاج منور الدنيا. ربنا يبارك فيك يا محترم، ربنا يبارك في حضرتك. بص يا عم ابراهيم، اللهم صل على النبي. الوش الابيض العقد الابيض، اللهم صل على النبي. الخروف الرحمن يا عم ابراهيم، اللهم صل على النبي. انت هنا في منبع الخروف الرحمن، ما حدش عارف يجيب لك خروف زي ده. اللهم صل على النبي. بص 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 بص، اللهم صل على النبي. كان عندنا غنم بيع امبارح، الخروف طالع 75 كيلو و65 كيلو و55 كيلو على من كانوا نازلين في شهر 11. يعني كم شهر؟ ما كملش 3 شهور او 4، اربع شهور يا شباب، اربع شهور الخروف طالع 55 كيلو. كنت نفسي اصورهم، بس في ناس يا شباب بعد ما بتاخد الغنم بتخاف من الحسد فما بيرضوش يصوروا. مطلعين امبارح الخروف 75 كيلو والصغير 55 كيلو على اربع اشهر من عند الحاج وائل الغباسي من هنا. هنا يا باشا اعلى معدل سباش، هنا اعلى معدل تحول يا سباش. طيب ابو البراء بيقول لك انجز عشان البقات، عشان الناس معاها بقات. بقات على راسنا يا ريس، اللهم صل على النبي. شفنا الغنم، شفنا الغنم، شفنا الغنم. تعالوا افطروا معانا في دولة الكويت، على راسنا الكويت واهلنا في الكويت. يا عم احسن ناس يا عم والله. الغنم الناس شفاهي، انا عايز اسعار بقى وهنبص على الغنم. صلى على النبي، صلى الله عليه وسلم. صلى على النبي، صلى الله عليه وسلم. يا باشا عايزين نشوف الغنم برضه كلها. قبل السعر العنوان ورقم التليفون. محافظة كفر الشيخ مركز رسالة، من داخل مزارع الحاج وائل الغبيسي، تحت ما اسعار يا عم ابراهيم، منبع الخروف الرحمن. اللهم صل على النبي. 010-62-65-28-93. بص بص بص، شوف الريحة، شوف الريحة يا عم ابراهيم. طب انا عايز الناس تسمع السعر دلوقتي، وهنوري الناس الحلاوة برضه تاني، وهنقول الأسعار كمان مرة تاني. أبو بسمة بيقول لك أحلى صباح عليك، أحلى صباح عليك يا محترم. أحسن محترم. أنا عايز أسعار. عايزين نشوف الغنم. هنشوف الغنم بس. نشوف الغنم وعايز أشوف. هنقول السعر الأول. احنا كل يوم عندنا هنا في جديد. هنقول السعر الأول. السعر؟ أيوه. في 9000. لا 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 لا، فين أرخص أسعار دي؟ ده أنت كده ضارب في، ده احنا كده، ده كده مش ارخص اسعار يا شباب، انا معاكم يا باشا والله. السعر ببلاش. السعر ببلاش. انا عاوز ناس تسمع سعر يقول لك الكلام ده ما فيش منه. فيش منه؟ يبقى في 7500. لا لسه. لسه برضه؟ بدري. والله؟ والله ده حبايبنا معانا من 9000 ل 7500، نزلنا 1500 كمان شويه. التيكت بقى. يا باشا صل على النبي. صلى الله عليه وسلم. صلى على النبي كده. صلى الله عليه وسلم. صلى على النبي كده. صلى الله عليه وسلم. صلى على النبي كده. صلى الله عليه وسلم. ايه الاسعار؟ الاسعار الناس احنا بقات معايا والله العظيم. يعملوا لنا قلوب، اعملوا قلوب الدنيا. ايه والله زعلش بنت بقى، انتوا بتوحشوني فما مش عايزيننا بسرعه كده. والله يا شباب احنا بنحب نطلع معاكم على طول، ربنا يبارك للجميع ويبارك للناس كلها. بص يا عم ابراهيم، طبعا اللي هياخد الغنم هياكل على سر النجاح. سر النجاح يا دولة. ايوه عشان بص مطلعين لكم 75 اهوت على اربع اشهر. بص يا عم ابراهيم، حاجه بسم الله ما شاء الله. ده دلوقتي يا عم ابراهيم والله. اللهم صل على النبي. ربنا ده بابا. اللهم صل على النبي. صل على النبي، اللي عليك اللي يشوف مالنا صل على النبي. السعر انت ما قلتش برضه. السعر؟ ايوه. في 6500 جنيه. 6500؟ 6500. والحاج وائل لو كده هجيب الحاج وائل هو اللي يقول اسعار. انا قاعد اهو. الحاج وائل. بالله عليك اتوصل بالناس بتوعنا يا حاج وائل. بص بالله عليك يا عم ابراهيم. اللهم صل على النبي. شوف مالنا صل على، شوف الخرفان يا عم ابراهيم. اللهم صل على النبي. شوف الخرفان. اللهم صل على النبي. انت العقول يا عم ابراهيم. اللهم صل على النبي. حاجه بسم الله ما شاء الله والله. عبد الفتاح محمد دي قبل العيد. عبد الفتاح محمد بيقول لك عاوز جلابيه زي دي يا ابو حميد. على دماغي يا غالي. والله كلام حلو. شريف مسعد بيقول لك منور الدنيا كلها يا احمد. حبيبي يا محترم. بنورك يا عالي. عايش غريب كل عام وانتم بخير، كام السعر؟ بص بس بص الغنم. كام السعر يا مدير؟ كام السعر؟ في 6500 جنيه. 6500. 6500 جنيه. اخرك. يا باشا دبابات يا باشا. عرض كام خروف دي؟ ده اخر عرض قبل العيد. عرض كام خروف دي؟ 130 خروف. اللهم صل على النبي. ما فيش 6500. احنا 350 330 واحد يا شباب، كل واحد يدينا قلب هنطلع السما. يا باشا ذكر ولا انتي؟ العرض كله ذكور يا شباب، العرض ده ذكور. ما فيش كله ذكوره. ما فيش 6500 ببلاش.
حاجه من العيد يا عم ابراهيم. اللي يشوف بالنا صلى على النبي، بلاش تصلي على النبي احنا في يوم مفترض. صلى الله عليه وسلم. صلى على النبي في التعليقات كده. صلى الله عليه وسلم. حط لنا جلو. ابو بسمه بيقول لك كل الشرقية بتصب عليه. على دماغ اهل الشرقية. ابو زياد بيقول لك كل السعر واحد ازاي؟ كل السعر يعني. لا. بعضه ازاي؟ لا السعر مش واحد. اه. السعر مش واحد. بس اللي يشوف بالنا يصلى على النبي. صلى الله عليه وسلم. عشان نترك السيع. بص يا عم ابراهيم بالله عليك. صلى الله عليه وسلم. النبي يا اخي شوف زنفة منا يا اخي. شوف اللهم صل على النبي. نظافة المال اللهم صل على النبي. اهم حاجه نظافة المال اللهم صل على النبي. عشان تجي لي مره واثنين وثلاثه وعشرة يا عم ابراهيم. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله الله اكبر. اللهم صل على النبي. شوف بقى على بقى اللي مش كويس. مهند بيقول لك الله ينور يا عم احمد الله ينور عليك. بص بقى على الغنم الصغيره. الوزن تقريبا قد ايه يا حاج احمد في الحاجات دي؟ شوف بقى الغنم الصغيره شويه. بص بصوا الغنم الصغيره يا شباب. اللهم صل على النبي. غنم بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. صل على النبي اللي عليه. المال دي ما تلاقوش عند اي حد في الجمهوريه يا عم ابراهيم. وكل يوم عندنا في جديد ان شاء الله. عبد الله بركات بيقول لك كفر الشيخ بتمسي. كفر الشيخ بتمسي عليك يا محترم. على دماغي يا اهلي كفر الشيخ كلك والجمهوريه كلها على دماغي. بص يا عم ابراهيم. حبيبنا جه يا شباب. اهو الحاج وائل بقى هو اللي هي الاسعار كده نزلت. بس 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 اللهم صل على النبي. 6500 جنيه اخر عرض قبل العيد يا ابراهيم. اخر عرض عاوزين ندلع الناس. لازم يبقى ضمان ولازم يبقى فيه هديه العيد. العرض ده مفيش كلام. منور الدنيا معانا كلها حاج وائل. الله يبارك فيك يا باشا. العنوان ورقم التليفون الاول وادينا اسعار عشان عايز. لا الاسعار احمد الكبير هو اللي بيتكلم. لا ما اقدرش طالما وصلت ما اقدرش. بص يا عم انا اوريك بقى الاسعار يا ابو شهد. بص انت عندك يا ابو شهد هنا غنم من 4000 ونص لغايه غنم ب 7000 جنيه. يبقى الاسعار من 4 ونص ل 4000 ونص ل 7000 جنيه. ماشي انت واخد بالك على خير ان شاء الله. من هناك ده اهو ده في 6000 ونص. اللهم صل على النبي. انت واخد بالك يا عم ابراهيم. ما يشيلكش الحوض الكبير ويوريه لك. يوري لك الحوض الصغير برضه. المنوفيه بتمسي عليك يا حاج وائل. وشريف مسعد بيقول لك 6000. اصغر حلقه الغنم اهو. اللهم صل على النبي. ده اصغر حلقه الغنم اهو. المنوفيه بتمسي عليه. اللهم صل على النبي. الله يبارك فيك. ابو زياد المصري بيقول انا عايز 5 على راسنا يا اداره. على دماغي. لو خروف واحد الوزن قد ايه يا غالي؟ معاك اوزان يعني؟ معاك كل الاوزان يا جماعه. كل الاوزان. كل الاوزان متاحه. يا عم بص لي كده. العنوان ورقم التليفون تاني. بص لي بس كده. اللهم صل على النبي. حط قلوب صل على النبي. طب العنوان ورقم التليفون. صل على النبي بس. النبي اللي شفنا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللي شفنا يصلي على النبي. اخر عرض قبل العيد. ده تمر اسعار. اللهم صل على النبي. والمسحب ببلاش يا عم ابراهيم. اللهم صل على النبي. بص بس. اللهم صل على النبي. ما فيش المال في الجمهوريه والله. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله الله اكبر. الله اكبر. دبابات دبابات الحاج وائل الغباسي. بص يا عم ابراهيم. اللهم صل على النبي. بص حاجه بسم الله ما شاء الله الله اكبر. تليفون والعنوان يا احمد كمان مره عشان نسيت. كفر الشيخ مركز لسان من داخل مزايا الحاج وائل غباس 010-62-65-2893. العرض 130000 دولار يا عم ابراهيم. نقول بقى قول سعر كسر مصر. حط لنا قلوب بيحطوا الدنيا والله. اقسم بالله والله. اه والله. تعمل العرض دلوقتي يا عم ابراهيم في 6200 جنيه. 6200 جنيه العرض كله مع بعضه كم خروف يا حاج احمد؟ 130 خروف. 130 خروف حبل واحد يا شباب في 100 في كم؟ في 600 6200 جنيه. 6200 جنيه. 130 خروف. 130 خروف 6200 جنيه. ولو حطوا لنا قلوب والله نخرب السعر خالص. طب لا ماشي. ولو صلى على النبي والله ما نخرب السعر خالص. حطوا قلوب يا شباب خلي احمد ينزل لنا السعر. نفسك والله ما تعرف السعر. والله انا ما اعرف السعر اقسم بالله انا ما اعرف يا شباب انا لحد دلوقتي مش عارف السعر زيكم والله. سعر ال 130 خروف دمك يا عم ابراهيم. القلوب نازله ترف اهي. ترف. استاذ يوسف احمد بيقول لك ناسي صوت بتمس عليك من دوله الكويت. على راسي. محمد سمير ما شاء الله. ابو محمد بيقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. منور الدنيا كلها يا حاج وائل على راسنا محترم. المنوفيه بتمسى يا معلم وائل. على دماغي يا عم. احلى مسا عليكم من مغاغه المنيا. على دماغي اهل السعود كلهم على دماغي. احلى مسا عليك الشرقيه. على دماغي. محمد سمير بيقول لك احلى ناس. ربنا يبارك في الناس كلها يا شباب. الاسعار والعنوان ورقم التليفون تاني. محافظة كفر الشيخ مركز رساله من داخل مزايا الحاج وائل الغباسي 010-62-65-2893. وما فيش 6200 يا عم ابراهيم. كامل اسعار يا حاج. وما فيش 6200. ابو مكه بيقول لك احلى مسا عليك من اسيوط. احلى مسا على الجمهوريه في حاله. اه. يا عم ابراهيم. اه. ال 130 خروف ده همك. اه. ال 130 خروف ده هم. اه. في 5350 جنيه. اللهم صل على النبي. الكلام ده كان عاوز يبقى في الاول يا حاج احمد. والله الكلام ده كان عايز يبقى في الاول. في 5350 جنيه. اللهم صل على النبي. 130 خروف. ب 5350 جنيه. 5350 جنيه قسما بالله كان الكلام ده عايز يبقى في اول العرض. بص بص بص. اللهم صل على النبي. صل على النبي كده بس. اللهم صل على النبي. عشان حبايبنا كله يضحي.
اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي يا باشا، انا بضحي عشان كله يضحي. اللهم صل على النبي. بص يا عم ابراهيم، ابو مسلم بيمس عليك من الباني على دماغنا. الباني على... ايه على دماغنا الناس كلها على دماغنا يا عم ابراهيم. دمياط بتمس عليك على راسنا، اهل دمياط وحبايبنا في دمياط، وكان في واحد من دمياط على راسنا من فوق. لأ عندنا مصلحه ان شاء الله باذن الله بعد البث نقدر على دماغنا عم الناس كلها. اللهم صل وسلم بارك على صحابي محمد، امين يا رب. حسام طلب اللهم صل على 5350 جنيه. 5350 جنيه. جنيه مفيش كلام من ده في مصر، يبقى ده ارخص اسعار صحيح. اللهم صل على النبي. اللي عنده من ده يوريني. اللهم صل على النبي عشان خاطركم والله. اللهم صل على النبي. والله عشان الناس كلها ما بص كله يضحى يا عم ابراهيم. حسن بيقول لك منور الدنيا كلها غالي من ليبي. على دماغنا اهل ليبيا كلهم. احمد محمد المسعودي، احمد المسعودي يمس عليك من الشرقيه، الله يبارك لك يا حبيبي. على دماغنا يا عم الناس كلها. حسناء الجهيني في اي بلد؟ انت منين؟ من القاهره، محافظه كفر الشيخ، مركز سيدي سالم. صبري الغبيسه الله يبارك لك، الناس المحترمه. عنوانك فين يا محترم؟ عنوانك تاني يا احمد. قلنا محافظة كفر الشيخ مركز الرسالة، مزارع الحاج وائل غبيس، 010-6265-2893. كل سنة وأنتم طيبين وأنت طيب. أي حد معانا على البث يسلى على النبي بس. صلى الله عليه وسلم. مش عايز بيقول لك صلى على النبي تحط له قلوب كده. أبو ناصر بيقول لك منورين الدنيا كلها يا باشوات، ده نورك يا محترم. ال 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 أه؟ بص يا عم إبراهيم. العربية الربع نقلي من عندكم بكام؟ أنت منين يا محترم؟ تواصل مع الرقم معاك. الرقم على الفيديو. تواصل معاه اي حاجه تأمرها على دماغنا. ابو مكه بيقول لك السعر كويس، ربنا يزيدك. على دماغنا. حاج احمد بيقول لك الله. يوسف اللي بيقول لك الله ينور عليك ويبارك من الغربيه. 5350. عبد الباسط خليفه بيقول لك من ليبيا بيمس عليك، الله يرزقك من سوريا، الله يبارك فيك. على دماغنا ليبيا كله. وسوريا بتمس عليك رخرة ايه؟ على دماغنا. الجيل كلها بتمس عليك، وكل عام وانتم بخير. الجوبي الله ماشي. عليه افضل الصلاه والسلام. وابو نصر من الكويت بيمس عليه. على دماغنا العرب كله. الاسعار بقى تاني عشان السعر انت كنت قلت قنبله بس انت قلتها في الاول. في 5350 جنيه. 5350 جنيه. قول يا عم ابراهيم والله. عرض كام خروف؟ 130 خروف. 130 خروف. في 5350 جنيه. اللهم صل على النبي. بص يا عم ابراهيم مفيش غيرها دف... يا اخي بص الوقت العربي كله ما تلاقيش حل ظهره وعقده والحلاوه دي في الجمهوريه. اللهم صل على النبي. بصوا يا شباب بصوا اللهم ما تلاقيش غفزه دي يا عم ابراهيم في العالم كله. صبر السيسي بطنطا بيقول لك سلام لاحمد والحاج وائل. على دماغي يا عم على دماغي. سامي الشرقاوي من كفر الزيات، عربيات استاد كل خير ويا محترم من الغربيه. وانت عم وانت بخير بحلول عيد الفطر وانت طيب يا محترم. شوف الخروف الصغير بتاعنا. بص الناس كلها على راسنا من فوق. بص يا عم ابراهيم اللهم صل على النبي. الخروف الصغير عامل ازاي يا شباب؟ بيكزح. بص بص يا عم ابراهيم بيلعب سير. بص يا شباب بص الخروف الصغير عامل ازاي. بص يا عم ابراهيم والنبي يا جماعه اللي شوف من لا صلى على النبي. اللهم صل على النبي. والنبي يا جماعه اللي شوف من لا صلى على النبي. اللهم صل على النبي. بص 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 احلى مسا عليك من سهاد. بص بص محتاج واحد كبير للذبح. موجود يا جماعه كل عام وانتم بخير من اللوكسو. على راسنا يا محترم. على راسنا مسام الشرقاوي وعلى راسنا محترم. 130 خروف في 5350 جنيه يا عم ابراهيم. اللهم صل على النبي. والله العظيم 350 جنيه. والله العظيم انا ماني مصدق الاسعار يا شباب. بسم الله ما شاء احنا قلنا ارخص عروض في مصر وهو فعلا ارخص عروض في مصر يا شباب. بص 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 يعني اصغر خروف في الغنم يا اخي التخفيف. بص يساوي 5000 يا اخي. بص 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 العرض الثاني فضل ما يكملش 24 ساعه وشويه. ايوه والله عارف والله. العرض الثاني ما فضلش 24 ساعه. اللهم صل على النبي. اللهم صل. طب ما احنا عندنا ناس هنا على المباشر عاوزين يتكلموا. والله على راس يا شباب. والله العرض ما بيقعد ان شاء الله ساعه ان شاء الله. اللهم صل على النبي. كل ما عندنا في جديد. اللهم صل على النبي كده. اللهم صل على النبي بس. اللهم صل على النبي. حاجه بسم الله ما شاء الله يا عم ابراهيم والله. اللهم صل على النبي. والله بسم الله ما شاء الله. انا كل ما اشوفه اقول بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. فين الارانب يا ابراهيم؟ الارانب موجوده يا دار. عندنا تسليم دفعه بعد العيد، تسليم مزرعه بعد العيد، ومزرعتين بعد العيد، واحده في القاهره ان شاء الله وواحده في الجيزه باذن الله. كله موجود يا شباب. احنا معاكم كل حاجه، كل حاجه متاحه هنا. اللهم صل على النبي. في نقل، في نقل للاقصر جميع المحافظات بلا استثناء. على كل معانا توصيل لجميع المحافظات يا جماعه. توصيل لجميع المحافظات. العنوان ورقم التليفون تاني. محافظه كفر الشيخ مركز رسالة، مزارع الحاج وائل الغبيس، حسن 010-6265-2893. هو الرقم في الفيديو من فوق. حسن مسعود بيقول لك ما شاء الله كل عام وانتم بخير. حسن البكري بيقول لك ربنا يبارك في حضرتك يا غالي. في نجل الاقصر احنا قلنا في نجل، في نجل جميع المحافظات يا شباب. الغنم اهي يا شباب. هنبص بس على الغنم مفيش خروف واحد. اقل خروف في هنا في الغنم يساوي 5300 جنيه اللي احمد قال عليهم. معانا برضه اسعار من كام؟ معانا هنا حاجات المفروض ب 7000 و 8000. معانا حاجات هنا العرض ده
من 4200 لحد 7000. من 4200 لحد 7000. تقدر تاخذ اصغر غنم في 4200. تمام؟ تمام. اكبر غنم في 7000. اللهم صل على النبي. توسط غنمك مثلا في 6000، 5500، 5700 كده. يعني اللي هو عايزه. اللي انت عايزه كل موجود. اللي هو يختاره ويحاسب عليه. العرض كله على بعضه في 5350 جنيه. اللهم صل على النبي. ربنا يبارك لصاحب المال ولصاحب النصيب. الغنم كلها يا شباب ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. الغنم كلها هي بسم الله ما شاء الله. اصغر خروف احمد وائل قال لك انت معاك من 4200 لحد 7000. اللي انت عايزه تحت امر الجميع. العرض كله على بعضه زي الحاج احمد وائل ما قال لك. انت قلت العرض كله بكام يا احمد؟ انا مش مصدق. في 6000. في 5350 جنيه. 5350. 5350. العرض كله ببعض عشان كله يضح. ربنا يبارك لصاحبك. بضحي عشان كله يضحي. محمد حتاتة بيقول لك كله بكام؟ كله ال 130 خروف في 5350. احسبهم كده اهو، 130 في 5350 بكام؟ عايزين نشوف صور لحاجة الذبح. ان شاء الله باذن الله موجود حاجة الذبح موجودة. الاسعار الاوزان معاك من 50 كيلو ل 75 كيلو. عايز اعلى من 75 كيلو متاح. كل حاجة متاحة اللي انت عايزه موجود. انت هتاخد بالميزان. والعرض اللي فات كنا مطلعين لكم خرفان الذبح هنا. العرض اللي فات كان فيها خرفان الذبح كانت بره هنا يا شباب. كل حاجه متاحه ان شاء الله. شيروا الفيديو ده بس عشان كل اخواتنا يستفاد. شيروا الفيديو ده بس عشان كل اخواتنا. قول رقم. ها؟ بيقول لك خليه يقول الرقم، قول الرقم تاني. الرقم في الفيديو من فوق يا جماعه. كمان مره. 010-62-65-8-9-3. ربنا يبارك لصاحب المال. حابب تقول حاجه للناس تاني يا احمد؟ على دماغنا الناس كلها، العرب كلها على دماغنا من فوق. ومصر كلها على دماغنا. شكرا جزيلا لكل الناس اللي علقت معانا على البث المباشر. شكرا جزيلا لكل الناس اللي تفاعلت معانا على البث المباشر. عروض اقل اسعار اغنام في مصر مع اكبر تاجر اغنام في مصر والناس اللي تحفه الحاج وائل الغباسي. والحمد لله في متى في جميع. بصوا يا جماعه الغنم هنا كل يوم موجوده، جميع الاعمار وجميع الانواع كل يوم موجوده. شرفنا. كل حاجه متاحه، كل حاجه متاحه. وشال الفيديو ده عشان كل اخواتنا يستفاد. يبقى كده العرض كله في بعضه 130 خروف في 5350 جنيه. 5350 جنيه. في 5000. اصغر خروف بكام واكبر خروف بكام يا احمد؟ لو واحد عايز حاجه على قد 4200 اصغر خروف، اكبر خروف في 7000 جنيه. اللهم صل على النبي. في 5350 جنيه. شكرا جزيلا لكل مشاهدينا خارج وداخل مصر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.